أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا باع الأب ولده هل يعد رقيقا وهل تسري عليه أحكام الرق؟ لا يجوز، الولد حر ولا يجوز لوالده أن يبيعه. قلنا لكم ما فيه رق إلا بالجهاد فقط، ما هنا مصدر رق شرعي إلا بالجهاد. نعم، ولا يجوز للوالد يبيع ولده أبدا لأنه حر. نعم.